أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طار
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا
نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا وخلقنا لهم وما تأتيهم من آية من
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا صدق الله العظيم.